الو ايه وحش؟ لا انا قاعد في البيت عشان بروجكت الهيتر زي ما قلت لك، كريسمس وكل الناس في الشارع وحفلات وانا لابس وكنت نازل وقعدت عشان البروجكت. لا خلاص روح انت بقى، لو عرفت خلاص وحصلك حصلك، بس مظنش ان ده هيحصل يعني. ماشي يلا، يا بختك يا عم، سلام. حمودي احنا نازلين يا حبيبي، عايز حاجة؟ شكرا يا ماما. ماشي يا روح قلبي. حتى ماما. ايه ده؟ اشتغلت ازاي النورات قالي كمان؟ هو يوم اسود من اوله. الله شغل عفريت يا معلم. ايه يا عم؟ انت مين؟ يا عم هتكون مين يا عم؟ انا كان نفسي في سانتا كلوز بس مش قوي كده. مش انت مين يعني ولا ايه؟ اه بس عشان مش هتزحمه في الجيزه خالص. جيزه؟ ايه الوصلات بقى تعمل ايه؟ سانتا كلوز لوكال خالص. ليه طيب بس هنا؟ ممكن افهم حاجه؟ انت دخلت ازاي؟ زي الناس. يعني انت ايه؟ زي ما انت شايف كده. عفريت؟ عفريت؟ عفريت بمعنى ولد عفريت وشقي ولا عفريت بمعنى عفريت؟ لا عفريت. يا دي النيلة كل مرة كده. محمد محمد يا حمودي اصحى يا قلبي. ماما 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 في ايه؟ انت مين يا عم؟ دي تاني؟ ايه يا حمودي في ايه؟ حمودي؟ انت عارف اسمي منين انت كمان؟ تاني؟ هنقول نعيد ونزيد، مش قلنا عفريت والكلام ده؟ وجاي تعمل ايه يا عم العفريت؟ يا عم جاي احقق لك امنيتك. بس انا ما عنديش امان. انا عندك امان. بعدين انا مش متاكد ان انت عفريت اصلا بصراحه. تاني؟ اه. بصراحه مش منظر عفريت يعني. عشان تخين ها؟ هو كله بيقول كده. ايه رايك؟ ده انت عفريت بجد بقى؟ ده عاجبك. طب وناوي تحقق لي امانيه اللي انا مش عارفها دي ازاي؟ يا عم انت عندك امنيه يا عم. انا عن نفسي ما عنديش امان. طب بص كده. شفت بقى انت عندك اماني؟ حلو قوي. نجحني في كورس الهيست. لا في تلات حاجات ما اعرفش اعملها. ديزاين ووركينج ودكتور ايمن اسماعيل. دكتور اسماعيل، طب ما اي كورس تاني ممكن انجح فيه لوحدي؟ لا مش لوحدي، انا هديك اربع محاولات هيساعدوك في اللي انت عايز توصله. في كورس الهيستوري؟ في كورس الهيستوري. خلاص اربعه هم مش بيبقوا سبعه؟ يا عم ده في افلام يا عم انت. طب خليهم خمسه؟ يا عم انت محرم، هنقعد نفصل. خلاص بلاش، اربعه اربعه، ماشي. هتوديني ازاي؟ بص انا هوديك المحاوله، عايز ترجع تاني. ده من بقي؟ من بقي. ماشي. بص يا سيدي، دول الاركتكتس اللي انا بحاول اجمع عنهم معلومات عشان كورس الهيستوري. يا عم عارفهم. طب ده اسمه ايه؟ جاودي. وده؟ دي كوربوزيه. عفريت عفريت يا عم. لا عيب عجبك. ماشي هجربك. ماشي حمودي طير انت. اطير ازاي يعني؟ كده ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ انت مين؟ انت اللي جاي عندنا. انا اسف بس هو الموضوع غريب شويه، مش عارف هتصدقوني ولا لا. هتصدقي يا حبيبتي؟ ايوه نيلة شكله كويس. كلم. حاضر. هو انا كنت في البيت شغال على بروجكت الهيستوري وبعد كده ظهر لي عفريت. مش مشكله مش مشكله، المهم يعني ان انا بجمع معلومات عن ارتكت اسمه جودي. جودت؟ جودي جودي يا مينا اللي عمل لنا البيت. جودت. لا لا مش فاكره. لا كان عنده اربع اخوات وفي منهم اتنين ماتوا. اشرف وعبد الهادي. ايوه اللي ماتوا في اعدادي. كلم. ماشي اتفضل. بيت ميلا؟ حضرتك ميلا؟ هو ده كذا ميلا؟ ايوه ما هو ده ميلا. لا. وانا مراته مدام روز. ايه ده انت تعرفه؟ ازاي حضرتك؟ انا كويسه. انت اسمك ايه؟ حمودي. اسمك حلو قوي يا حمودي. ازاي حضرتك؟ ايه ده؟ سوري يا ميلا. سوري ما ينفعش. خلاص ماشي كمل. الله العظيم. بس فانا كنت بما ان هو اللي عمل لكم البيت ده فانا كنت بشوف لو تقدروا تساعدوني تبقى حاجه كويسه جدا. اكيد انتوا عارفينه كويس. تقدري تساعديه؟ انا اقدر اساعدك في كل حاجه. بجد هتقدري تساعديه في كل حاجه؟ الا الحاجه دي. الا الحاجه دي.
بس انا هحكي لك بقى الموضوع من اول. اتفضل. احنا كان عندنا ارض مساحتها 2000 متر مربع، فقررنا ان احنا نبدا عليها حاجه سبيشال. اصل انا وميلا بنعمل حب، بنعمل كل حاجه سبيشال طبعا. فكنا ماشيين فلقينا كذا باتلو هنا على اول الشارع. دي الواجهات بتاعتها فيها زي بالكونات على شكل سمك او حاجه كده. ايوه. ايه ده انت لف في اسبانيا بقى؟ لا انا قديم من زمان. المهم سالنا مين اللي عملها، قالوا لنا جودي. بس فجبناه بقى يعمل لنا ايه ده؟ ايه؟ ايه يا مين؟ ايه ده؟ في ايه؟ مش شاف حاجه؟ في ايه؟ استنى. عبد الله السعيد ماله؟ مش هيلعب الماتش الجاي. بيموت في عبد الله بجد، بيحب الكوره هو اكتر مني. انا بدات اخيب من عبد الله. ماشي مش كده. بس فجبنا جودي بقى يعمل لنا كذا، يعمل لنا كذا، يعمل لنا بيتنا. بس هو فعلا البيت حلو، امال الناس بتقول عليه وحش ليه وبتقول عليه شبه المحجر؟ ايه ده؟ لا إيه؟ مين اللي قالك كده؟ لا خلاص يا مين اللي قالك كده؟ هم قالوا كده بس يعني خلاص. يعني لسه ما تعرفوش ان كذا ميلا ده من احسن البيوت هنا في اسبانيا. ياه. وكان هيبقى نقطه مرجعيه لكل الناس. لا والله. ايوه. وعامه دي من يعني الحاجه الوحيده اللي من اعمال جودي اللي اتعملت بالالوان الفاتحه. عشان كده هو مميز عن بيت اعمال جودي. ايوه طبعا. طيب ما عندكوش بقى بلانات اقدر اشوفها؟ جودي ما كانش بتاع بلانات، جودي بتاع 3D. 3D؟ ظريف قوي يا ميلا. انت عليا؟ لا انا اسف. انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انا اسف. ازاي جيت هنا؟ واحنا ازاي بنتكلم معاك؟ بس سيب لي انا الطلعه دي. لا 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 لا، وعلى ايه؟ بص بقى، لا 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 سيبك من ده خالص، بس سيبها بقى، سيبها. مش مشكله. ماشي. قول لي انت اللي انت موديني لي ليهم دول؟ انت قلت عايز جودي. ده جودي ولا ايه؟ دي الفيلا اللي عملها جودي. انا اديها لك على الجهاز. على الجهاز يا عم؟ انا عايز اجمع معلومات عن جودي. وديني الجودي، جمع منه معلومات، اجيب منه معلومات اللي انا عايزها. وديني الميلا وروز اعمل بيهم ايه؟ مين ميلا ده؟ في بني ادم اسمه ميلا؟ ايه رايك في روز؟ حلو. رأيك. مش المشكلة دي. لا قلت لك عجبك. لو سمحت ممكن المحاولة الجاية تركز فيها عشان نعمل حاجة ونخلص؟ ماشي. انت عايز من احنا؟ عايزك توديني لحد يفيدني بجد. خلاص؟ هو ده كل اللي انت عايزه؟ هو ده كل اللي انا عايزه. بس كده؟ بس كده. عزه. ها. طير انت. ايه ده؟ معلش يا حاج انا اسف. مش طالب سكور؟ بعتلي فين المرة دي يا ابني؟ ايه ده؟ انا حمودي يا حاج. انت اسمك ايه؟ انا انطونيا. انت انطونيا؟ انطونيا مين؟ وديتني فين يا عم؟ معلش يا حاج اقعد عشان الطريق طويل. حبيبي ارسم. حبيبي ارسم. ارسم. بوش بوش. بس يا ولد، بس يا ولد. مين دول يا حاج؟ دول ايه؟ انا مش دعوه. معلش معلش. اقعد يا حبيبي. اقعد يا بابا. بس خلاص اقعد يا بابا. مين دول يا حاج؟ دول عيال. عيالك انت فاتح حضانه ولا ايه يا حاج؟ بس يا حبيبي بس يا ولد. ضربني 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 ضربني. مين دول يا حاج؟ ده فرانسيس. فرانسيس روزا. روزا. فرانسيس وروزا. مارا رزا. مارا رزا. ده انتوني. انتوني؟ مين دول يا حاج؟ انا اشطر واحد فيهم. الواد ده الواد الصغير اللي قبل ده. بس يا ولد انتوني وفرانسيس وروزا مين يا حاج دول؟ ايه؟ ولا حاج جاودي يا حبيبي. متعرفش ولا ايه؟ لا ولاد الحاج جودي. انت اللي جودي. لا انت اللي جودي. اصفر انا حبيبي. انا جودي. ارسم 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 يا حبيبي. ارسم هالجنيه. ارسم ارسم جنيه يا حبيبي. ارسم ارسم ده جودي. ارسم يا نهار ابيض. ارسم اصفر. بعت لي الجودي وهو صغير. مارا مارا. ارسم. لا يا حبيبي. لا يا حبيبي. ارسم مارا. ارسم حمارة؟ ارسم مارا انا. حمارة. معلش معلش حبيبي. لا لا بس حبيبي. بس بس العبوا العبوا مع خلاص يا حبيبي. معلش معلش خلاص خلاص. بس يا حاج هاخد منك كلمتين واتكع بس يا حبيبي. بس سيب الجزمة بقى. عايز ايه؟ بس يا حبيبي. بس حبيبي. ها عنده كام سنة ده يا حاج؟ لا ده مولود سنة 52. مولود سنة 52؟ هو 52 قبل الميلاد. 1800. 1852؟ بعد الميلاد. ميلاد عمل شكل. ميلاد. اللي انت شايفه ده. هو بص الرسمه ده اصغرهم؟ ده اصغرك. احنا اكبرهم. شفت بقى موهوب ازاي؟ مارا. ده موهوب خالص. ده موهوب ازاي؟ بيعمل ايه تاني؟ مارا ده
شاطر خالص في الرسم. بص عنده صبر رهيب. صبر وعنده جلد في حلقه يبوظ. وجلد ازرق. وجلد ازرق. نروح اليوم النادي. استنى كوره. ماشي كوره. سيبنا نتكلم مع ماما بقى شويه. سيبنا نتكلم مع ماما. بس نتكلم مع ماما حبيبي. ها حاج عنده ايه تاني يا حاج؟ ما شاء الله عليه دايما كده بسيبه بلاقيه كده قاعد لوحده بيتخيل. بس يا حبيبي. بس يا ولد. ابو دوره بيتعمل ايه؟ انا ايه قاعد في الجنه كده وبتعمل طبيعه؟ طبيعه؟ بيتعمل في طبيعه؟ بس يا حبيبي حبيبي من انت صغير بس بس بيحب يرسم الحاجات الطبيعيه ويبص على الحاجات الطبيعيه ويقعد لوحده كده لسه عارف والله لسه عارف. ايه يا حبيبي؟ بس بس يا حبيبي بس 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 ما تضربوش ما تضربوش بس ماشي ده وبيه كفايه هو فيه كفايه كفايه هو فيه ليه بس صحته على قده خالص صحته على قده ليه صحته على قده ليه ما اللي في على المستشفيات هنا وهنا يا خبير معلش معلش يا حاج صلي على النبي صلي على النبي معلش يا حاج معلش والله خلاص بس سيبه يا حبيبي سيبه بايظ خالص عضمه بايظ بس بس يا حبيبي بس يا حبيبي بس بس يا ولد بس 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 يا بس يا انت بس خلاص 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 سيب ده وركز معايا سيب ده معلش معلش انا هسمع طب عليه ماشي ماشي ها سيبك من جودي خالص سيبك من جودي خالص فاكر الكورتيزي؟ فاكر توديني كورتيزي؟ توديني خلاص؟ ايوه ايوه بس استفدت عايزه؟ ده اللي انا عايزه عايز البطاطس وسط الاكل عشان الكورتيزي معلش صح؟ استفاد بس معلومتين كده عشان ننجح بقى وانت كمان تنجح ونخلص من الموضوع ده عشان انت اه يا حبيبي انا كنت قاعد في البيت ايوه والظهر انا مذيع مذيع ايوه مذيع بجد يا دي معايا مذيع وجاي اعمل معاكم لقاء ولو عجبتوني هطلعكم في برنامج على القناه الخامسه انا عجبك انا عجبك اتفضل اتفضل على القناه الخامسه بتاعت اسكندريه الساعه 7 بعد الصلاه اتفضل خلاص ماشي ماشي يا مذيع حلو حلو المهم اتفضل انا دلوقتي بجمع اسمع بقى معاك انا معاك اهو بجمع معلومات تمام عن مهندس معماري اسمه لو كوربيزييه ده بتاعني عز الطلب عز الطلب والله انا مهندس بتاعني اصلا تعرفوه كويس اكيد كويس اقفوا كده بقى عشان الشدر كده اكيد طبعا ماشي اهو كويس اسالكوا كام سؤال خلصوني حطوا عندي في البرنامج ماشي انتوا بتعملوا ايه اصلا دلوقتي؟ دي احنا اصلا بنعيد بناء الفيلا بتاعت سافوي سافوي؟ ايه سافوي هو على كيف معاك سافوي سافوي هو ده بقى هي دي اللي سافوي ده يا نهار ابيض وبتعيدوا بناها ليه؟ الحرب بقى انت مدريد هو كل حاجه اه بتعيدوا بناها بعد الحرب ايوه حصل لها عشان حاجه باظت خالص اه كوربوزي هو اللي قال نعمل طيب قولوا لي بقى شوية معلومات بس مش ليه مش لسافوي ماشي قال للناس نخليها كده للناس زي متحف كده مش مشكلة ماشي قولوا لي بقى أي معلومة مفيدة أحطها عندي في البرنامج أنا بقول لك أهو قول لي بقى أي حاجة مفيدة بص أقول لك بص يعني دايما كان يحب يرفع الدور الأرض كده على الأرض عواميد
من غير حيطان صح؟ كان بيخلي حيطان فوق بس حيطان فوق بس وقول لي كيف حيطان فوق حيطان شمال وكمان هو كان مفتوح على بعضه اهو ما تعرفش ازاي والله يعني حيطان بس بالراحه يعني الدور كله مفتوح على بعضه ما فيش حيطان خالص كده مفتوح عادي كله مفتوح على بعضه ايوه ايوه حيطان كده مفتوح يعني لو عاوزك انا لو سبت حد واقف في الموقع والحد يعدي عادي انا انا مش عارف انا وثقت فيك على اساس ايه هتودينا في داهيه والله العظيم بقى بس بطل عربي عطل كل مره هتودينا في داهيه والله والله هتودينا في داهيه مين ده يا عم عطل كل مره يا عم عايزين نلحق هسقط في البروجكت هسقط طب والمحور اللي هيقفل مش مشكله المحور يقفل دلوقتي ممكن تركز معايا يا ابني ده اللي بان زحمه ممكن تركز معايا لو سمحت وديني لكوربيزي تقوم وديني للعمال ليه هعمل بيهم ايه انا عايز اروح لكوربيزي نفسه عايز اروح له ممكن هتعرف؟ انا وديتك حاجه من اعماله لا يا حبيبي وديني للكوربيزي تعرف ولا ما تعرفش يا عم هعرف بس نلحق معاه ممكن ماشي ما اهو بعد اذنك اهو دارت هي وديهولي بقى يلا لازم دلوقتي يعني لازم دلوقتي طب ناكل في الصبر الاول يلا لازم لا عايز اروح عايز انجز يا حبيبي يلا عزو ها طير انت ايه ده في وبعتني فين المره دي ايه ده وانت مين؟ انا ده سؤال ما تعرفوش ولا ايه؟ يعني كوربوزيه ليه؟ كوربوزيه انت مين انت حبيبي؟ كوربوزيه بنفسه؟ ايوه كوربوزيه انا كنت عايز عشان اعرف منه على الميت بس مش هو ميت مش ميت نام انت نام اما بتكلم معاك ازاي حبيبي؟ تعال تعال قوم ايدك معايا ايدك معايا على مهلك روح على ظهري يا حبيبي اهو اهو عنده كتانية بس شكرا شكرا يا صاحبي بس انت كويس كده؟ انا كويس انا هاخد منك معلومتين وهمشي على طول قولي انت عايز انا هاخد منك معلومتين وهتكل على الله ماشي؟ بس نعم 59 سنة وانا في الهم ده يا حبيبي 59 سنة ليه انت هنا من سنه كام من سنه 65 1965 من 1965 انت هنا انا هنا في الهم ده انت بتتكلم كده ليه زي ما تكون خايفه كده انا اصلا انا معايا جنسيتي انا اصلا كنت سويسري يا عم نام بقى ماشي بس يا حبيبي سيبني اتكلم
سيبك اكلم معاك. قول يا كوربيزيه اتفضل. انا عندي جنسيتين، جنسيه سويسريه واخدت الجنسيه الفرنسيه. فرنسيه؟ يعني انت اتولدت في سويسرا؟ انا اتولدت في سويسرا. طب ما تحكي لي كده عن اي مبنى من بتوعك عشان ايه اخد المعلومات دي احطها في مشروع وانجح بقى، ومش هجي لك هنا تاني والله. انا اساعدك يا حبيبي، انا حبيتك. ربنا يخليك. انا اساعدك. حبيتني بجد؟ انا ربنا يخليك. ربنا اتفضل. انا احكي لك عن انا اكتر مبنى انا بحبه. احكي لي. يا عم الله. يا حبيبي سيبك. معلش سيبك مني اتفضل. عن الرون انشامت انا اللي انا دي كاتدرال دي انا عملتها. كان عندها ماسيف روف. معلش انا عارف ان مضايقك. هقلعهولك. طيب 59 سنه يا حبيبي وانا في. معلش خلاص معلش. ماسيف روف. وحاطط الشبابيك على زوايا مختلفه عشان وفتحات هي مش شبابيك دي علشان تدخل الضوء يا بجم، عشان تدخل الضوء في كل حته جوه الكاتدرال. وبس كده. والحيطان كان سمكة كبير شوي. مش مشكلة. دي مختلفة عن الفيتشرز اللي انا اصلا بشتغل بيها. طب اشمعنى طبعا بتحبها يعني؟ انا بحبها خبيبي، ودي كانت يعني الحاجات المختلفة اللي عملتها من الفيتشرز. طبعا. يعني انت شفت في فيلا سافوي؟ شفت فيلا سافوي. دي كانت مختلفة تماما عن عم باه. دي كانت مختلفة تماما عندها. ايوه خلاص. انا تعبتك معايا. بص خلاص. لسه انت مش لسه عايز تعرف حاجات. طب قول انت بنيت مثلا فين؟ انا كنت شغال. قول له حبيبي ده صاحبي. تعال قول اول حاجه مفيده قبل ما تموت. عمل في اوروبا. اوروبا؟ وفي امريكا. ايوه وايه تاني؟ وفي الهند يا حبيبي. في الهند. في الهند؟ في الهند. نام تاني بقى ما تصحاش تاني. كنت نام بقى يا عم كوربيزيه؟ يا حبيبي لسه. قول عايز تقول ايه؟ مش عايز تعرف عن مراتي. مراتك؟ انت مش متجوز؟ موديل. يا صاحبي بيعض فيا يا حبيبي. بيعض فيك؟ لا نام نام احسن بقى. نام موديل. نام كده. انا غلطان ان انا جيت لكم، انا لازم امشي من هنا. حسين. يا حسين انت جيت. يا حسين. مين حسين ده كمان؟ يا حسين. مين حسين؟ خلاص استنى. قاعد كده ليه المرة دي؟ يعني بعت لي الواحد ميت وكمان قاعد زعلان. يا عم مش هو الواحد اللي مات. يعني ايه؟ اذا كنت جاي عشان الهيستوري فالهيستوري راح، اذا كنت جاي عشان جي بي اي فالجي بي اي كمان راح. اكشن. عايزين بقى نغير الفيلا دي كده مش هينفع. اكشن. ال ايه رايك يا حبيبي في شغلنا معايا؟ ايه خالص. ايه رايك يا حبيبي في الفيلا؟ الفيلا فريت روف عاملينه ضخم. انت مين؟ انتوا مين؟ ده بيتكم؟ فيلتنا. انتوا مين؟ انت لمين؟ شن كبير شويه ومش عارف انتوا هتصدقوني ولا لا، بس انا عندي بروجكت متسوح فيه. صدق شكل كويس. عندي بروجكت. انت مين؟ هو انتوا مين؟ انت لمين؟ هو انا كنت بجمع بس معلومات عن اركتكت كده اسمه جودي. جودة؟ جودي